في 11/2009 اتصل أحدهم بسوتشي ناكاموتو معلنا على الإنترنت أنه أنجز رصيد بنكي إلكتروني لا مركزي ومفتوح تماما. نعم بيتكوين، لم يعرف أحد من هو ناكاموتو على حقيقته، إلى أن كشفت لنا مذيعة الأخبار ليا ماكارز جودمان التي ظنت أنه الشخص الذي اخترع نظام النقد الرقمي. هذا الرجل البالغ من العمر 64 اسمه دوريان برينس ساتوشي ناكاموتو. تجمع الصحفيون بالقرب من بيت الطبيب النفسي ومهندس الحاسب بالقرب من مدينة تامبل كاليفورنيا، فقال لهم أنه جاهز لغداء مجاني وركب سيارته البيريوس الزرقاء الرقيقة. مضى برفقة رايان ناكاشيما مراسلة صحيفة أساشيوتر، وبالفعل تناولا غداء في ماكو سوشي في أكارديا. لم يسلما من الحشود التي لحقتهم، فلجأوا إلى مركز الأساشيوتر في لوس أنجلوس، بينما كان الصحفيون خارجا يتناقلون النمائم عبر تويتر وباقي وسائل التواصل الاجتماعي. Я поворот не английский.